المدخل إلى Visual Basic 6. صديقي العزيز، قبل الاستطراد في تقديم Visual Basic 6 ينبغي عليك أن تعرف أن Visual Basic 6 هو أحد البرامج الموجودة ضمن مجموعة من البرامج تسمى Visual Studio، والتي أنتجتها شركة مايكروسوفت، والتي تشتمل على عدة برامج منها Visual Basic 6، Visual C++ 6، Visual Fox Pro 6. أما Visual Basic 6 فهو أحدث إصدارات شركة مايكروسوفت من Visual Basic، وكلمة Visual تعني أن هذا البرنامج يعمل في بيئة ويندوز، بيئة عمل رسومية، والتي تستخدم تقنية تسمى Graphical User Interface، أي واجهة المستخدم الرسومية، وتختصر GVI. أما كلمة Basic فهي اختصار لجملة Beginner's All Purpose Tumbles Instruction Code، والتي تعني شفرة التعليمات الرمزية لجميع الأغراض للمبتدئين. وتعتبر لغة Visual Basic من أسهل لغات البرمجة وأكثرها شيوعا لمستخدمي Visual Basic 5. إذا كنت صديقي العزيز قد استخدمت Visual Basic 5 فإنك سترى الفرق واضحا بين Visual Basic 5 و Visual Basic 6. ذلك لأن مطور البرامج في شركة مايكروسوفت قد قدموا العديد من الإضافات والتحسينات على Visual Basic 6. فمثلا في مجال الوصول للبيانات وقواعد البيانات، تم استبدال طريقتي OBI و DAO بطريقة RDO، وهي تكنولوجيا جديدة تعتمد على ActiveX. كما تم إضافة أدوات منها DataComp و Data Reporter. وفي مجال الإنترنت أضيف نوعين جديدين من المشاريع هما DHTML و IIS. وفي مجال المعالجات الجديدة، تم إضافة عدة معالجات منها Baking and Development Wizard الذي يقوم بعمل setup لمشاريعك بامتداد CAP، بالإضافة لمعالج التحريرات Publisher Wizard. وهناك معالج التطبيقات الذي أدخلت عليه هو أيضا بعض التحسينات، وأصبح بإمكانه عمل مشروع جديد بناء على قيمة معينة من مشروع قديم. وهناك أيضا Toolbar Wizard، أي معالج شريط الأدوات الذي يساعدك في بناء شريط أدواتك. وفي مجال الأدوات هناك أدوات عديدة أيضا تم إضافتها، منها Toolbar Control الذي يستخدم لبناء شريط أدوات مثل شريط أدوات برنامج مستكشف الإنترنت Internet Explorer. وهناك الأداة المسمى بأداة اختبار الوقت والتاريخ Data Time Picker، والممتع حقا صديق العزيز هي الأداة الجديدة Image Comp Control، وتستخدم مثل مربع الاختيار العادي ولكن كل قيمة معها صورة. كما تم إضافة قائمتان جديدتان هما Diagram و Query Menus. وهناك العديد من التحسينات والإضافات والتي سوف يتم شرحها في حينها. خطوتك الأولى نحو Visual Basic 6: عند نقر زر ابدأ ثم اختيار البرامج في النسخ العربية من ويندوز، أو زر Start ثم اختيار Programs في النسخ الإنجليزية، ستظهر أمامك قائمة برامج، اختر منها Visual Basic 6 Microsoft Visual Studio، ذلك طبعا بعد إعدادها على جهازك. ما هذا؟ ظهرت أمامك شاشة Visual Basic 6 وفوقها مربع حوار عنوانه مشروع جديد أو New Project، والمشروع هو الاسم الذي يطلقه المبرمجون على البرنامج الذي ما زال في مرحلة التصميم، وبعد انتهاء مرحلة التصميم يطلقون عليه اسم تطبيق Application. وبالتدقيق في مربع الحوار هذا سنجد أن Visual Basic 6 يتيح لنا إنشاء 13 نوعا مختلفا من التطبيقات، نذكر منها الآتي: Data Project، IIS Application، Add-in، ActiveX Document DIL، ActiveX Document EXE، DHTML Application، Visual Basic Enterprise Edition Operation. أعلم أنك الآن في قمة غضبك لأنك لا تعرف الكثير عن هذه الأنواع، ولكن صديقي العزيز اهدأ قليلا فستعرف معنى كل نوع من هذه الأنواع، وأعدك بأنك سوف تعرف أيضا كيفية إنشائها. هذا إذا كنت تريد إنشاء مشروع جديد. أما إذا كنت تريد استكمال العمل في مشروع كنت قد أنشأته من قبل، فما عليك إلا أن
تنقر بالفأرة لاختيار صفحة Existing ومعناها موجود، لتعرض لك نافذة مربع حوار فتح الذي يتيح لك التجول في جهازك واستعراض جميع ملفاتك. وبعد تحديد الملف الذي تريد استكمال مشروعه، انقر زر فتح ليفتح هذا الملف المختار. وعن الصفحة الثالثة في مربع حوارنا هذا الذي يسمى New Project، فهي صفحة Recent بمعنى حديث، وعند اختياره تعرض لك قائمة بالتطبيقات التي كنت قد استخدمتها حديثا لتختار أحدها، ثم تنقر زر فتح ليفتح لك هذا المشروع. ولتعلم يا صديقي أن هذا المربع الحواري المسمى New Project ليس إجباريا، فإن كان يزعجك يمكنك نقر صندوق الاختيار الموجود أسفل هذا المربع الحواري Don't show this dialogue in the future، ومعناه لا تظهر هذا المربع الحواري في المرات القادمة، وحتى لا نتطرق إلى مواضيع أخرى ونبتعد عن الموضوع الرئيسي الذي نتحدث فيه. دعنا نختار مشروع جديد من نوع Standard EXE، أي مشروع تنفيذي قياسي، وننقر زر فتح Open. يختفي هذا المربع الحواري ويظهر أمامنا شاشة Visual Basic 6، بيئة Visual Basic لتطوير البرامج. ها قد ظهرت أمامنا شاشة Visual Basic البراقة. أما كل هذه النوافذ؟ لا تتعجل يا صديقي، فقد حان الوقت لمعرفة اسم كل نافذة ووظيفتها في برنامج Visual Basic. الشاشة التي أمامك الآن تسمى بيئة Visual Basic للتطوير، وبالإنجليزية Visual Basic Development Environment. وتتكون هذه الشاشة من الآتي: شريط العنوان تلت بار، ويحتوي على اسم البرنامج وهو Microsoft Visual Basic 6 مسبوقا باسم المشروع الحالي. ولأننا لم نسمي المشروع بعد، فإن Visual Basic قد أطلقت عليه Project 1، وسيظل هذا الاسم إلى أن نعطيه اسما، ويلي اسم البرنامج بين قوسين حالة البرنامج، والبرنامج أي برنامج له حالتين، إما التصميم Design وإما التشغيل Run. ولأننا الآن في مرحلة التصميم، فإن Visual Basic قد وضعت لنا بين قوسين كلمة Design أي تصميم. وتحت شريط العنوان يأتي شريط القوائم Menu Bar الذي يحتوي على 13 قائمة، تحتوي كل منها على قائمة منسدلة تظهر عند النقر عليها، وتساعدك هذه القائمة في الوصول للوظائف التي تريدها من Visual Basic. وتحت شريط القوائم يأتي شريط الأدوات Tool Bar الذي يستخدم للوصول السريع لبعض الأوامر التي تحتويها القوائم. وشريط الأدوات هذا عبارة عن عدة أشرطة وليس شريطا واحدا، وأهمها وأشهرها هو شريط الأدوات القياسي Standard Toolbar الذي يظهر تلقائيا، ويمكنك إظهار أو إخفاء أي من أشرطة الأدوات بما في ذلك شريط الأدوات القياسي من خلال قائمة View واختيار الأمر Toolbars، أو من خلال نقر الزر الأيمن للفأرة في أي مكان في شريط الأدوات. ويمكنك أيضا سحبه من طرفه المطلع أو إعادته لمكانه إذا أردت. وتحت هذه الأشرطة الثلاث تأتي مجموعة نوافذ تحتوي على مكونات المشروع الذي ستستخدمها جميعا لإتمام مشاريعك. أول هذه النوافذ هي نافذة مستعرض المشروع أو Project Browser الذي يتيح لك التجول في مكونات المشروع واختيار أحدها، ثم اختيار View Object للوصول لهذا المكون، أو اختيار View Code للوصول لنافذة الكود الخاصة بهذا المكون. ما معنى OOP؟ إن Visual Basic يستخدم مفهوم البرمجة الشيئية Object Oriented Programming، ويختصرها خبراء البرمجة إلى OOP. وفكرة البرمجة الشيئية هي تقسيم المشروع لأجزاء وأشياء Objects، كل منها له مواصفات for parts تحدد شكله وسلوكه، وله أحداث يجري عليها event وردود أفعال تؤثر فيه، وفي الأشياء من حوله تسمى إجراءات procedure. وبالتالي فإن على المبرمج أن يقوم بضبط هذه المواصفات والخصائص والأحداث والإجراءات لكل شيء في البرنامج حسبما يريد المبرمج نفسه، ويتم هذا من خلال جزء لصيق بهذا الشيء Object يسمى الكود،
والكود صديق العزيز هو أوامر برنامج فيجوال بيزك التي تعرف الشيء وكيف تكون خصائصه وسلوكه وردود أفعاله. وسوف يتم شرح المكونات والأشياء Objects وكيفية كتابة كود لها حتى يتم توضيح هذه الأمور بدقة. قد بعدت كثيرا عن الموضوع، فعد إلى وصف بيئة Visual Basic لتطوير البرامج. معك حق. بعد أن شرحت لك نافذة مستعرض المشروع، يأتي دور النافذة الأولى في مشروعك Form 1 والتي تضعها Visual Basic على يسار نافذة مستعرض المشروع. لأنك تعمل في بيئة النوافذ، فإن مشروعك لابد وأن يحتوي على نافذة واحدة على أقل تقدير، فإن Visual Basic تفتح لك هذه النافذة المسمى Form 1 تلقائيا، ويمكنك التحكم في أبعاد هذه النافذة من خلال المربعات الصغيرة المرصوصة حول حوافها، كما يمكنك إضافة نافذة جديدة من خلال قائمة Project. الآن أضف نافذة أو Add Form، واستخدم هذه النوافذ في وضع الأدوات عليها Controls. والأدوات صديق العزيز كلها موجودة في نافذة أمامك تسمى Toolbox. هذه الأدوات إما أدوات إدخال مثل Text Box الذي يتيح لك إدخال القيم أثناء تنفيذ المشروع، أو اختيار قيمة من مجموعة قيم مثل Combo Box، أو وضع عنوان مثل Label 1. المهم كل ما أريده منك أن تفهم أن هناك نافذة تسمى Toolbox، يتم اختيار عناصر منها. هذه العناصر توضع على النافذة في المكان الذي تحدده أنت، وتتصرف بالطريقة التي تحددها أنت، وذلك من خلال ضبط خصائصها وسلوكها. ويتم ضبط خصائصها باستخدام نافذة أخرى تسمى نافذة الخصائص Properties، والموجودة أسفل نافذة مستعرض المشروع مباشرة. وفي نافذة الخصائص ستجد أولا صندوق سرد Combo Box يحتوي على جميع العناصر Tools التي استخدمتها في مشروعك، بما في ذلك النوافذ مثل Form 1. وتحت صندوق السرد هذا ستجد أمامك خياران، هما Alphabetic الذي يرتب الخصائص أبجديا، أو Categories الذي يرتب الخصائص في مجموعات حسب نوعها. ستجد بعد ذلك أن الخصائص مقسمة إلى عمودين، العمود الأيسر يحتوي على اسم الخاصية، والعمود الأيمن يحتوي على القيمة الموضوعية لهذه الخاصية. فمثلا يمكنك تغيير لون الخلفية للنافذة Form 1، وذلك باختيارها من صندوق السرد واختيار خاصية Back Color من العمود الأيسر، ثم اختيار اللون الذي تريده من العمود الأيمن. وماذا لو قابلتني خاصية لا أعرف معناها أو وظيفتها؟ حسنا، لا تنزعج، فإن Visual Basic قد راعت ذلك عند تصميمها لنافذة الخصائص، فوضعت شرحا مبسطا لكل خاصية عند اختيارها، وذلك تحت العمودين السابقين المشار إليهما. أرى نافذة صغيرة تسمى Form Layout، فما وظيفة هذه النافذة؟ هذه النافذة التي تسمى Form Layout أو نافذة موضع النموذج تحدد بها أنت موضع النافذة أثناء تشغيل البرنامج. لماذا تقول أثناء تشغيل البرنامج؟ أولا يظهر هذا الموضوع أثناء التصميم؟ نعم يا عزيزي، فهناك بعض الخصائص التي تراها أثناء التصميم بمجرد تحديدها، مثل خاصية العنوان Caption الذي تضعه للنافذة، وهناك خصائص أخرى لا ترى تأثيرها إلا أثناء تشغيل المشروع، مثل خاصية حالة النافذة Windows State بالنسبة للنموذج Form 1 على سبيل المثال. أرى نافذة أخرى تسمى Immediate، فما وظيفتها؟ نافذة Immediate هذه تستخدم في تجريب الكود ومراقبة قيم المتغيرات، وبصفة عامة فإن هذه النافذة تساعدك على كشف الأخطاء المحتملة في الكود. وأين يكتب هذا الكود؟ يكتب في نافذة مخصصة لذلك، وللحصول عليها وظهورها أمامك ما عليك إلا أن تنقر نقرا مزدوجا على العنصر الذي تريد كتابة الكود له، أو استخدم قائمة View واختر الأمر كود. النوافذ أمامي كثيرة، فهل من طريقة لإخفائها
وإظهارها عند احتياج إليها؟ تماما يا صديقي، يمكنك إخفاء أي نافذة من هذه النوافذ بنقل زر الإغلاق الموجود أعلى اليمين في كل نافذة، ولإظهارها مرة أخرى تستخدم قائمة فيو، ثم تختار منها النافذة التي تريد إظهارها. فمثلا لإخفاء نافذة الخصائص انقر زر الإغلاق الخاص بها، ولإظهارها مرة أخرى استخدم قائمة فيو الأمر روبرتس ويندوز، أو اضغط F4 للاختصار. ستظهر أمامك على الفور نافذة الخصائص، وهكذا مع باقي نوافذ بيئة فيجوال بيزك لتطوير البرامج. إنشاء برنامج فيجوال بيزك. صديقي العزيز، يجب عليك أولا أن تخطط لأي برنامج تريد عمله، واعلم جيدا أن الوقت الذي تقضيه في هذا التخطيط سيوفر لك الكثير من الوقت أثناء العمل. ففكر جيدا في أجزاء برنامجك، ويفضل رسم شكل كروكي للنماذج والمدخلات والمخرجات، ويفضل أيضا تحديد أجزاء البرنامج، فكم نافذة تريدها، وفي كل نافذة ماذا تحتاج أن تضيف إليها من الأدوات وغير ذلك. ثم بعد ذلك تأتي خطوة العمل أو تصميم واجهة المستخدم، وفيها تضيف الأدوات تولز التي تحتاجها إلى النموذج. وعدتني بأنك ستشرح لي كلمتي كود أند أوبجكت بمزيد من التفصيل، ولم توفي بوعدك. حالا يا صديقي ستعرف المزيد عن كلمتي كود و أوبجكت، أو بلغة خبراء الكمبيوتر OOP. إن مفهوم OOP يقسم المشروع إلى مجموعة أجزاء أو أشياء قد تتشارك هذه الأشياء Object في بعض الخصائص Properties. يحدث لكل شيء من هذه الأشياء حدث معين Event، فيستجيب هذا الحدث ويؤثر إما في نفسه أو في الشيء الآخر أو كليهما، وهذه الاستجابة تسمى Procedure. لا أفهم كلامك جيدا، اضرب لي أمثلة كي أفهم. النافذة الموجودة في حجرتك هذه لها بعض الخصائص الظاهرة مثل طولها وعرضها ولونها، ولها بعض الخصائص الخفية مثل نوع الخشب المصنوعة منه وعمرها، وهذه النافذة يحدث لها أحداث معينة مثل فتح النافذة أو إغلاقها أو تغطيتها بستارة مثلا. وعند حدوث فتح النافذة فإن أشياء ستحدث مثل دخول الهواء وتطاير الورق الموضوع على المكتب الذي أمامها وهكذا. وهذا هو شأن كل شيء في الحياة. كذلك الأدوات الموجودة في صندوق الأدوات Tool Box في Visual Basic، فإن لهذه الأدوات خصائص مشتركة Command Properties، وبعض الأدوات لها خصائص منفردة. كذلك قد يحدث لهذه الأدوات بعض الأحداث Events، فتستجيب هذه الأشياء وتفعل شيئا يسمى إجراء Procedure، والذي يحدد هذه الخصائص والأحداث والاستجابات هو المبرمج نفسه. والطريقة العامة لكتابة هذا الإجراء في الكود هو أولا كتابة اسم الشيء Object، ثم نقطة، ثم اسم الخاصية. فمثلا لوضع عنوان إغلاق على أي زر Command Button نكتب إغلاق يساوي Command.Caption، ومعناها أنك تطلب من Visual Basic أن يعين خاصية العنوان Caption للزر المسمى Command 1 بالقيمة إغلاق. ويمكنك عمل هذا مباشرة من نافذة الخصائص Properties الزر Command 1 بالوقوف عند الخاصية Caption، ثم كتابة كلمة إغلاق في العمود الأيمن أمام هذه الخاصية. وكيف يتم وضع هذا الزر في النافذة؟ يتم ذلك ببساطة شديدة، فعليك أن تنقر الزر Command من نافذة الأدوات Toolbox، ثم الانتقال للنافذة Form 1 مثلا وسحب الزر في المكان المحدد. كذلك يتم ضبط موقعه على الفورم من خلال النقر عليه، فتظهر مربعات صغيرة حول حوافه. بعمل سحب لأي منهم يتم تكبير أو تصغير الزر حسب رغبتك وفي المكان الذي تحدده أنت. النزول لورشة العمل. حسنا صديقي العزيز، شمر عن ساعديك الآن لعمل برنامج صغير يقوم هذا البرنامج برد السلام عندما نلقي عليه السلام، ويقوم أيضا بمسح هذا الرد متى شئنا ذلك.
كما يجب وضع زر للخروج من البرنامج. وعلى ذلك فإن برنامجنا هذا يتكون من 3 كوماند باتون، الأول لإلقاء السلام، والآخر لمسح الرد، والثالث للخروج من البرنامج. كما سيحتوي البرنامج على صندوق نص لعرض رد السلام. هذه هي الخطوة الأولى للتخطيط والتفكير في البرنامج. نأتي إلى الخطوة التالية وهي تصميم واجهة المستخدم. نقوم بالضغط على Command Button في نافذة الأدوات Toolbox، ثم الانتقال للنموذج Form 1 والضغط مع سحب الفأرة فترسم لنا الزر المطلوب. وبتكرار هذه العملية مرتان يكون لدينا 3 أزرار Command Button، ونتحكم في أماكنهم بالضغط مع سحب الفأرة للمكان المطلوب، كما نتحكم في أبعادهم بسحب المربعات الصغيرة الموجودة على حواف كل زر. كذلك سنحتاج مربع نص تكست بوكس من نافذة الأدوات تول بوكس بنفس الطريقة السابقة. والآن تأتي خطوة تحديد الخصائص. نأتي لخاصية العنوان كابشن، نضغط الزر الأول ونكتب السلام عليكم. كذلك نعين خاصية العنوان للمفتاح الثاني ونكتب مسح، ونعين خاصية العنوان للمفتاح الثالث ونكتب خروج. بهذا نكون قد صممنا الواجهة. يبقى أن نجعل هذه المفاتيح تتفاعل معنا عند النقر عليها كليك، بحيث تتغير القيمة النصية لمربع النص، وبمعنى أصح يبقى أن نكتب الكود الخاص لهذه المفاتيح. فبالنسبة للزر الأول Command 1 نريده أن يغير القيمة النصية لتكست 1، وذلك عند النقر كليك عليه في مرحلة التشغيل. ولعمل ذلك انقر عليه مرتين بالفأرة فيفتح لك فيجوال بيزك تلقائيا شاشة محرر الكود كود إديتور ويندو. ستجد أنها تحتوي على شريط عنوان عليه اسم المشروع مطبوعا باسم النافذة فورم 1. تحت شريط العنوان ستجد شريطا آخر به خانتين، الخانة اليسرى عبارة عن صندوق سرد واختيار تستخدم لاختيار الأداة التي نريد كتابة الكود لها في مثالنا هذا Command 1، والخانة اليمنى عبارة عن صندوق سرد واختيار أيضا يحتوي على جميع الأحداث Events المحتمل حدوثها لهذه الأداة. وسيتم شرح الأدوات والأحداث بالتفصيل عما قريب، ولكن الآن هنا نختار الحدث كليك أي عند النقر. ومعنى هذا أن الكود الذي سنكتبه سيتم تنفيذه عند نقر الزر Command 1. لذلك ستجد أن Visual Basic قد كتب في محرر الكود العبارة كليك Brevet Sub Command 1 Click End Sub. كلمة Sub هي اختصار كلمة Subtractive التي تعني إجراء مسبوقا بكلمة Brevet، والتي سنشرحها أيضا فيما بعد. وبعدها كلمتي Command 1 وكليك أي أن هذا الإجراء سيتم استدعاؤه وتنفيذه عند النقر على الزر Command 1. وفي السطر التالي كلمة End Sub أي إنهاء الإجراء. ويجب أن تعلم صديق العزيز أن الكود لابد وأن يكتب بين كلمتي Sub و End Sub. ولأننا نريد عرض قيمة معينة فنكتب النص التالي وعليكم السلام تكست 1.text. ومعنى هذا السطر أنه عند حدوث النقر على الزر ضع الخاصية تكست بالنسبة للأداة تكست 1 بالقيمة وعليكم السلام. هذا بالنسبة للزر الأول، فماذا عن الزر الثاني؟ لكتابة الكود للزر الثاني Command 2 نختار Command 2 من صندوق سرد واختيار الأدوات، ونختار الحدث كليك أيضا من صندوق سرد واختيار الأحداث. سنجد أن Visual Basic قد كتبت لنا تلقائيا في محرر الكود العبارة Provide Sub Command 2 Click End Sub. ولأننا نريد مسح الكلام الموجود في Text 1 فنكتب العبارة Text 1.Text تساوي قيمة فارغة. ومعنى هذا السطر أنه عند حدوث النقر على الزر الثاني نضع الخاصية نص Text للأداة Text 1 بقيمة فارغة. وانتبه يا عزيزي إلى أننا وضعنا قوسين فارغين.
أما بالنسبة للمفتاح الأخير في مشروعنا الصغير فإننا سنستخدمه للخروج، لذلك اخترنا Command 3 من صندوق سرد واختيار الأدوات، ولإجراء كليك أيضا من صندوق سرد واختيار الإجراءات، واكتب بين End Sub و Sub العبارة End، وهذه العبارة تخبر بها Visual Basic أنه عند النقر على هذا الزر فإنه ينهي البرنامج. ولمسح كلمة Text من مربع النص نختار خاصية Text 1 من نافذة الخواص مربع النص ونمسحها. بعد ذلك ستأتي خطوة تشغيل البرنامج، ويتم ذلك باستخدام القائمة Run، الأمر Start، أو باستخدام المفتاح F5، أو باستخدام رمز التشغيل من شريط الأدوات Toolbar. والآن انقر زر السلام عليكم ليرد عليك Visual Basic التحية، وإذا أردت مسحها انقر زر مسح، وإذا أردت إنهاء البرنامج انقر زر الخروج End. ما رأيك يا صديقي؟ أليست Visual Basic لغة سهلة؟ أريد عليك سؤال يا صديقي، ما رأيك في لغة Visual Basic؟ أليست لغة سهلة؟ نعم هي سهلة، لكن تسمية المفاتيح Command 1 و Command 2 و Command 3 و Text 1 قد تؤدي إلى حدوث لبس في كتابة الكود، وخاصة إذا كانت الأدوات كثيرة، فهل من الممكن تغيير تلك الأسماء؟ نعم ينبغي علينا أن نغير أسماء الأدوات بحيث تكون معبرة عن الغرض المستخدم له. فالزر الأول يمكننا تغيير اسمه إلى Code Display لأنه يعرض رد التحية، والزر الثاني يمكننا تسميته Code Clear، والزر الثالث يمكننا تسميته Code End. كما يمكننا تغيير اسم Text 1 إلى Text Display، ولاحظ أننا في هذه التسمية نستخدم ثلاثة حروف تعبر عن الأداة نفسها. هذه الحروف الثلاثة مدبوعة بجزء آخر يعبر عن استخدام هذه الأداة في البرنامج، ويتم تغيير الأسماء من نافذة الخصائص Property الخاصية Name. هل يمكنني تشغيل هذا البرنامج الصغير من خارج Visual Basic؟ بالطبع يمكنك تشغيل هذا البرنامج من خارج Visual Basic بشرط تحويله إلى ملف تنفيذي Executable ونختصره إلى EXE. ولتحويل تطبيقك إلى برنامج لابد من مروره بخطوة تحويله إلى EXE، ويتم ذلك من قائمة فايل الأمر makeproject.exe أو بالضغط على مفتاحي Control Key معا بلوحة المفاتيح. للاختصار ها هو البرنامج الآن ينبض بالحياة ما أمتع العمل مع Visual Basic. والآن لننتقل لتعرف المزيد عن المشروعات. ما هو المشروع؟ المشروع يا صديقي هو مجموعة الملفات التي تستخدمها لبناء التطبيق. فمثلا عندما تبدأ مشروعا جديدا فإن Visual Basic تفتح لك نافذة تطلق عليها Form 1. هذه النافذة تحفظ في صورة ملف، ويخزن في هذا الملف جميع البيانات الخاصة بالنافذة وخصائصها، وتسألك Visual Basic عن اسم هذه النافذة أو امتداد هذا الاسم، فإنه من اختصاص Visual Basic حيث أنها تعطيه الامتداد TERM، وكل نافذة تضيفها لمشروعك تحفظها Visual Basic في صورة ملف منفصل. كما تقوم Visual Basic بعمل ملف آخر للمشروع ككل تحفظ فيه مكونات المشروع وتعطيه الامتداد BOB أي Visual Basic Project مشروع Visual Basic. كما تقوم Visual Basic بعمل ملف آخر تحفظ فيه خصائص أدوات التحكم في كل نافذة وتعطيه الامتداد Fix. هذا عن الملفات الضرورية في مشروعك. كما يمكنك تحويل مشروعك لمشروع تنفيذي أي له الامتداد EXE بالطريقة التي شرحتها لك منذ قليل، وهناك العديد من الملفات الأخرى المصاحبة للمشروع سيتم شرحها فيما بعد. وكيف يمكنني إنشاء مشروع جديد؟ لإنشاء مشروع جديد يتم فتح قائمة فايل الأمر New Project أو مشروع جديد، ولكن Visual Basic لا تفتح مشروعا جديدا فور إصدارك هذا الأمر،
ولكنها ستسألك أيضا عن نوع المشروع الجديد، وبعد اختيار نوعه يتم إنشاء هذا المشروع الجديد. وماذا لو أردت العودة إلى مشروع القديم؟ يمكنك فتح مشروع كنت قد شرعت في إنشائه من قبل، وذلك أيضا من خلال قائمة فايل الأمر Open Project، ولن يستجيب Visual Basic لهذا الأمر أيضا إلا بعد تحديد مصير مشروعك الحالي. أولا قم بغلقه، ثم سيفتح لك نافذة تتجول من خلالها في جهازك لتحدد مكان المشروع الذي تود فتحه، وبعد تحديده انقر زر فتح فيفتح المشروع المختار وتستأنف عملك فيه. وبعد الانتهاء من عملك يمكنك حفظ مشروعك، ولكي تحفظ مشروع عليك أولا أن تحفظ ملفاته التي أشرت إليها منذ قليل، وأنصحك يا صديقي أن تختار أسماء معبرة ولها معنى حتى يسهل عليك الرجوع إليها فيما بعد. ويتم الحفظ باستخدام الأمر Save as Project، وذلك من قائمة فايل، وفي هذه الحالة سيطلب منك Visual Basic تحديد اسم للمشروع وللملفات المصاحبة له. أما الأمر Save Project الموجود في قائمة فايل فإنه يستخدم لحفظ التعديلات التي أجريتها على مشروعك الحالي بعد ذلك. هل من الممكن العمل مع مشروعين أو أكثر؟ نعم يا صديقي، فقد أتاحت Visual Basic لنا ذلك، لكن نافذة مستعرض المشروع Project Explorer سيتغير اسمها ليصبح Project Group، وتعرض لنا جميع المشاريع المفتوحة ومحتوياتها. ولإضافة مشروع لمجموعة المشاريع الحالية انقر قائمة فايل الأمر Add Project أو إضافة مشروع، فتفتح لك Visual Basic نافذة لتختار منها اسم المشروع الذي تريد إضافته، ثم انقر زر Open، ولإزالة مشروع من مجموعة المشاريع الحالية اختره أولا من مجموعة المشاريع، ثم اختر الأمر Remove Project من قائمة فايل. هل يسمح لي Visual Basic بتحديد اختيارات تتعلق ببيئة العمل؟ قد رأى مصمم برنامج Visual Basic أن كل شخص له اختيارات يود تحديدها، لذلك أتاح لنا اختيار بيئة العمل، ويتم ذلك بنقر قائمة Tools الأمر Options أي خيارات. سنجد أن Visual Basic قد عرضت لنا نافذة تتكون من 6 صفحات، كل صفحة تسمح لنا بتحديد اختيارات معينة في جزئية خاصة تتعلق بالصفحة ذاتها. الصفحة الأولى مثلا تسمى Editor أي محرر، ومن هذه الصفحة يمكننا التحكم في كل من إعدادات الكود كود سيتينج وإمدادات النافذة ويندو سيتينجز. وإذا أمعنت النظر في إعدادات الكود كود سيتينجز ستجد أنها تحتوي على عدة مربعات اختبار تشيك بوكس، إذا نقرت بالفأرة عليها فإن الخاصية التي أمامه ستتحقق بعد ذلك. وكمثال لذلك مربع اختيار Auto Syntax Check الذي يفحص الكود أولا بأول ويخبرك عن أي خطأ، ومربع اختبار Require Variable Declaration الذي يشترط الإعلان عن كل متغير قبل استخدامه، ومربع اختبار Auto List Members الذي يتيح لك قائمة بالخصائص ويقيم هذه الخصائص لكل Object، وذلك بمجرد كتابة اسمه مدبوعا بنقطة دوت وهكذا. لقد حان الوقت يا صديقي لتتعلم كيف تتعامل مع الأدوات في Visual Basic. والأدوات في Visual Basic أقصد بها المكونات التي تستخدمها لبناء واجهة المستخدم، إما أن تكون نوافذ Forms أو أدوات Controls. فلنبدأ أولا بالنوافذ، لابد أن يحتوي المشروع الذي تقوم به على نافذة واحدة على الأقل كما أشرت سابقا، لذلك فإن Visual Basic يقوم تلقائيا بفتح نافذة ويطلق عليها Form 1. أما إذا كان مشروعك يحتاج لنافذة أخرى أو عدة نوافذ أخرى يمكنك إضافة نافذة من قائمة Project الأمر Add Form أضف نافذة. وكيف أحذف نافذة إذا اكتشفت أني لا أحتاجها بعد إضافتها؟ يمكنك حذف نافذة من نفس القائمة Project باختيار الأمر Remove Form. حدثني أكثر عن النوافذ. حسنا سأحدثك عن خصائص النافذة. كما علمت يا صديقي أن لكل شيء خصائص، كذلك فإن الفورم
باعتبارها شيء فإن لها خصائص أيضا، وجميع الخصائص موجودة في نافذة الخصائص. ومن أهم الخصائص خاصية العنوان كابشن. فعنوان النافذة هو ذلك العنوان الذي يوضع في شريط العنوان تلت بار، ويمكنك أن تستخدم العنوان إما باللغة العربية أو بالإنجليزية حسب ما تشاء. وهناك خاصية الأيقونة آيكون، والأيقونة هو ذلك الرمز الصغير الذي تتحول إليه النافذة فورم عند تصغيرها، ويمكنك اختيار هذا الرمز من خاصية آيكون وخاصيتي ماكسمايز باتون أند مينيمايز باتون، يحددان هل من الممكن تكبير النافذة وتصغيرها أم لا وقت التنفيذ. كذلك يمكنك التحكم في أبعاد النافذة من خلال الخاصيتين Width and Height، العرض والارتفاع. كما يمكنك صديقي التحكم في موقع النافذة، أو بالأحرى موقع ركن العلوي الأيسر للنافذة، من خلال خاصيتي Left and Top. وخاصية حالة النافذة Windows State تحدد بها حالة بدء تحميل النافذة، فإما أن تكون مكبرة Maximized أو مصغرة Minimized، أو في حالتها العادية نورمال. كذلك يا صديقي يمكنك تحديد اسم النافذة الذي ستستخدمه في كتابة الكود من خلال الخاصية اسم نيم، وأقترح عليك أن تختار اسما له معنى. ويمكنك كفى حدثني عن كيفية كتابة كود النافذة. سوف أفعل. الصفحة الثانية صديقي العزيز تسمى Editor Format، أي منسق التحريرات، ومن خلالها تحدد خصائص النص الذي يظهر في نافذة الكود مثل نوعه وحجمه ولونه. وعند تجهيز نسخة Visual Basic لأول مرة يكون الخط المستخدم لكتابة النصوص في الكود أجنبيا ولا يمكن الكتابة باللغة العربية. مع هذا الخط انظر نافذة كود فيها عربي، لذلك يجب تغييره إلى خط عربي، ويتم ذلك من خانة فونت. قم بتحديد أحد الخطوط التي بجانبها كلمة Arabic مثل Query New Arabic. الآن انظر وضحت الكلمات العربية. والصفحة الثالثة تسمى General أي عام، وفيها تحدد خصائص المربعات الصغيرة التي توجد على النافذة أثناء التصميم. كذلك تحدد تصرف البرنامج أثناء تتبع الأخطاء Error Tripping. والصفحة الرابعة تسمى Docking، وفيها تحدد النافذة التي يمكنك تحريكها في أي جانب من شاشتك دون تغطية النوافذ الأخرى. والصفحة الخامسة هي Environment أي البيئة، ومن خلالها يمكنك تغيير بيئة العمل IDE. ويجب ذكر أن هذه الصفحة تخزن في ملف يسمى Registry File، ويحمل في كل مرة تشغل فيها Visual Basic. أما عن الصفحة الأخيرة Advanced أي اختيارات متقدمة، ليس بها سوى ثلاث صناديق اختيار Check Box. الأول يحدد هل يحمل هذا المشروع في الخلفية وبالتالي سيكون أسرع عند التحميل، والثاني كي تجعل Visual Basic تذكرك عند استخدام نافذة في أكثر من مشروع، والثالث تجعل المشروع يعمل في حالة SDI Single Document Interface، ومعناها جعل جميع نوافذ بيئة العمل حرة الحركة في أي مكان على شاشتك. وعند عدم اختيار هذه الخاصية يصبح المشروع يعمل في حالة MDI Multiply Document Interface، وفي هذه الحالة تكون جميع نوافذ بيئة العمل في نافذة مستقلة رئيسية. وقبل أن أحدثك عن كتابة الكود نفسه، لابد وأن تعلم أين ينبغي وضع هذا الكود، ولا يتأتى هذا حتى تعلم المزيد عن الأحداث التي تتعرض لها النافذة. حسنا، حدثني إذن عن الأحداث التي تتعرض لها النافذة. أهم حدث تتعرض له النافذة هو التحميل Load، وحدث التحميل لأي نافذة يبدأ بمجرد استدعائها في الذاكرة وقبل عرضها على الشاشة. في هذه الأثناء يتم تنفيذ الكود المكتوب داخل حدث التحميل Load Event، وهناك عددا من الأحداث الأخرى التي يمكنك استخدامها، منها حدث التنشيط Active Event، ويتم تنفيذ الكود المكتوب داخله بمجرد أن تصبح نافذتك نشطة Active Window. وعكس هذا الحدث هو الحدث Deactive Event، أي يتم تنفيذ الكود المكتوب داخله بمجرد استدعاء نافذة أخرى لتصبح هي النشطة وتصبح النافذة التي تعمل فيها غير نشطة.
أما الحدث التالي هو حدث النقر كليك إيفنت، ويتم تنفيذ الكود المكتوب داخله بمجرد النقر على أي مكان في النافذة. الحدث التالي هو حدث ريسايز إيفنت، أي عند تغيير أبعاد النافذة، وغالبا ما يوضع في هذا الحدث كود يعمل على تغيير أماكن الأدوات بحيث تتناسب مع الوضع الجديد للنافذة. أعتقد الآن يا صديقي أنك قد فهمت معنى الأحداث جيدا. نعم أظن ذلك. وماذا عن الأدوات الموجودة على سطح النافذة؟ هذا ما سوف نعرفه في النقطة التالية. الأدوات، كل نافذة لابد وأن يوضع بها أدوات Controls، والأدوات الثابتة الموجودة في صندوق الأدوات Toolbox يطلق عليها أدوات قياسية Standard Controls. وإضافة أداة لنافذتك مثل زر أمر Command Button أو مربع نص Text Box، فما عليك إلا نقر هذه الأداة في صندوق الأدوات Toolbox ثم الانتقال للمكان الذي تريد وضعها فيه على سطح النافذة، وتضغط ثم تسحب بالفأرة. وهناك طريقة أخرى لإضافة أداة لنافذتك من خلال قائمة Project الأمر Components. اختر اسم الأداة ثم انقر زر OK، ستجد أنها أضيفت لنافذتك، ويتم تعديل وضع أي أداة بالنقر عليها ثم سحبها للمكان المحدد الذي تختاره، أو تغير أبعادها من خلال المربعات الصغيرة الموجودة حول حوافها. ولحذف أداة انقر عليها لتختارها ثم اضغط مفتاح Delete من لوحة المفاتيح، أو قم باختيارها ثم اختر الأمر Delete من قائمة Edit. كما يمكنك قص الأداة من خلال الأمر Cut من قائمة Edit أيضا بعد تحديدها، ويمكنك نسخ الأداة نفسها من خلال الأمر Copy من قائمة Edit أيضا، ويمكنك صديقي العزيز لصقها بعد قصها أو نسخها من خلال الأمر Paste من قائمة Edit. وماذا عن الأحداث التي تتعرض لها الأدوات؟ تتعرض الأدوات لأحداث عديدة، منها حدث النقر Click Event مثله مثل النافذة، وحدث حركة الفأرة فوقه Mouse Move Event، أي أن الكود المكتوب فيه هذا الحدث يبدأ تنفيذه بمجرد حركة الفأرة فوق هذه الأداة. وحدث سحب الفأرة وتركها Drag and Drop Event يبدأ تنفيذ الكود المكتوب فيه بمجرد سحب الفأرة وتركها فوق هذه الأداة. وهناك حدث يسمى كبرس، أي ضغط مفتاح معين، ويتم تنفيذ الكود المكتوب فيه بمجرد النقر على هذا المفتاح في لوحة المفاتيح. ولرؤية جميع الأحداث انقر نقرا مزدوجا على هذه الأداة فينتج لك Visual Basic نافذة الكود. انقر مربع سرد واختيار الأحداث تنسدل لك القائمة الموضحة أمامك وبها جميع الأحداث التي يمكن أن تتعرض لها هذه الأداة. الكود في Visual Basic، من أهم الدروس التي يجب تعلمها هو كيفية كتابة الكود في Visual Basic. ويقيس أصحاب شركات الكمبيوتر كفاءة المبرمجين بمقدرتهم على كتابة الكود، لذا أنصحك صديقي العزيز بالتركيز في هذا الجزء. المتغيرات والثوابت، البيانات في أي لغة من لغات البرمجة بما فيها Visual Basic إما أن تكون متغيرات Variables أو ثوابت Constants. والمتغير هو مكان في الذاكرة يتم تخصيصه لك لتقوم بوضع عنوان له وتخزن المعلومة التي تريدها بداخله، كما يمكنك تغيير هذه المعلومة بمعلومة أخرى في نفس المكان ويظل عنوانه ثابت. أما الثابت فمثله مثل المتغير تماما، إلا أنك لن تحتاج لتغيير هذه المعلومة. ولتسمية المتغيرات والثوابت قواعد في Visual Basic، فيجب أن يبدأ اسم المتغير بحرف وليس رقم، ويجب أن لا يحتوي على مسافات أو نقاط. وإذا كان اسم المتغير يحتوي على كلمتين فأنصحك باستخدام underscore للفصل بينهما. إطلاق المتغير وتحديده، implicit and explicit. عند استخدام المتغير المطلق implicit variable فإن Visual Basic تتعرف على المتغير بمجرد استخدامه في الكود، وهذه الطريقة مريحة لأنك لن تحتاج إلى تعريف كل متغير قبل استخدامه، إلا أنها يعب عليها شيء خطير جدا، وهو أنك إذا أخطأت في كتابة اسم المتغير فإن Visual Basic سيعتبره متغيرا جديدا. فمثلا إذا أنشأت متغيرا وسميته Value
وأعطيته قيمة تساوي 10، ثم أردت إظهار هذه القيمة في مربع نص، فإنك ستكتب الكود text1 text تساوي value، ونسيت حرف E، فإن Visual Basic ستعتبر value متغيرا جديدا ولا تظهر القيمة 10 في مربع النص. ولحل هذه المشكلة فإني أنصحك بتعريف كل متغير والإعلان عنه قبل استخدامه، ويتم هذا الإعلان في الجزء العام جنرال باستخدام الأمر dim. ليس هذا فقط، بل لإخبار Visual Basic بأنك لن تستخدم متغير قبل الإعلان عنه، فاكتب العبارة Option Exit List في أول الجزء العام General Declaration، ولجعل Visual Basic يكتب هذه العبارة تلقائيا انظر علامة Tools الأمر Option واختر صفحة Editor وضع علامة صح في صندوق الاختيار المسمى Require Variable Declaration، أي طلب الإعلان عن أي متغير قبل استخدامه. Visual Basic عامرة بأنواع عديدة من البيانات Data Types. يمكنك استخدام النوع المغاير Variant، وذلك بكتابة الأمر dim مدبوعا باسم المتغير فقط، وهذا النوع المغاير Variant يمكنك استخدامه لتخزين جميع أنواع البيانات. كما يمكنك استخدام النوع Integer أي عدد صحيح، وذلك بكتابة الأمر dim this as Integer، والعدد الصحيح هو مكان في الذاكرة يكفي حتى 33,000، وإذا كتبت فيه كسرا عشريا فإن Visual Basic يقربه تلقائيا لأقرب عدد صحيح. ويمكنك أيضا استخدام النوع الطويل long إذا كان العدد أكبر من 33,000، وإذا احتوى الرقم على كسور يمكنك استخدام النوع single للأرقام الصغيرة dim age as single. أما إذا كان الرقم كبير ويحتوي على كسور فاستخدم النوع double مزدوج dim bbi as double. كما راعت Visual Basic المعاملات المالية فوضعت النوع currency أي عملة dim press as currency. ولكن ألا تهتم Visual Basic إلا بالأرقام؟ لا يا صديقي، فهناك النوع string ويستخدم لتخزين قيمة نصية، ولتحديد عدد الحروف التي ستستخدمها نكتب dim name as string asterisk 20، أي احجز مكان في الذاكرة يسع 20 حرفا وسميه name. أما إذا لم تحدد عدد الحروف فإن Visual Basic سيقوم بحجز سعة أكبر، وبالتالي تكون قد استهلكت مساحة ضائعة من الذاكرة دون داعي. لذلك عليك بترشيد الاستهلاك حتى في عدد الحروف. أما النوع التالي من أنواع البيانات في Visual Basic فهو بوليان، وهذا النوع يتم تخزين البيانات فيه إما بترو أو فولس. وهناك متغير آخر هو من النوع ديت أي تاريخ dim date as date، والنوع الأخير هو بايت، والبايت هو مكان في الذاكرة يمكن وضع قيمة صحيحة موجبة تتراوح بين 0 و 255 حرفا، ويمكن استخدام هذا النوع بدلا من انتجر إذا كنت واثقا من أن المتغير أقل من 255، وذلك لترشيد استهلاك الذاكرة. المصفوفات. أما إذا كنت تريد التعامل مع مجموعة من البيانات من نفس النوع كمرتبات مجموعة تتكون من 50 موظف في شركة، فإنه ليس من المنطقي أن تقوم بالإعلان عن 50 متغير من النوع عملة كرنسي ثم بعد ذلك تبدأ استخدامها في البرنامج. لذلك فإن Visual Basic وفرت لك نوعا جديدا من البيانات هو المصفوفات Arrays، تستخدم في حالة البيانات من نفس النوع. وللإعلان عن مصفوفة Array لعدد 50 موظف لتخزين مرتباتهم فإننا نكتب العبارة التالية dim array underscore salary 49 as currency، حيث array underscore salary هو اسم المصفوفة و49 هو عدد البيانات التي تريد إدخالها، ذلك لأن Visual Basic يبدأ العد من الصفر فيكون 49 هو معبر عن 50 موظف وهكذا. فإذا كنت تريد الإعلان عن مصفوفة تحتوي 10 أسماء فإننا نكتب dim array underscore name 9 as string. لاحظ أن المثالين السابقين قد استخدمنا فيهما مصفوفة ذات بعد واحد. أما إذا أردنا التعامل مع نوعين من البيانات مثل اسم الموظف ومرتبه ماذا نفعل؟ نفعل الآتي:
نستخدم مصفوفة ذات بعدين، وللإعلان عن مصفوفة ذات بعدين نكتب dim array 2 9,2 as variant، حيث 9 هي عدد الصفوف واثنان هو عدد الأعمدة، والنوع variant أي المغاير. وللوصول إلى أي خلية في هذه المصفوفة ذات البعدين فإننا نكتب رقم الصف ثم رقم العمود، مع مراعاة كما قلنا أن Visual Basic يبدأ العد من الصفر، فمثلا لوضع القيمة 23.5 في الصف الخامس والعمود الثاني فإننا نكتب array 2 4.1 يساوي 23.5. التجمعات collections. وكمثال آخر للمصفوفات متعددة الأبعاد، دعنا نعلن عن مصفوفة البعد الأول فيها يعبر عن اسم الدولة، والبعد الثاني يعبر عن درجة الحرارة في هذه الدولة، ويتم الإعلان باستخدام عبارة dim المعروفة، وليكن اسم المصفوفة temperature، ولنفرض أن عدد الدول 10 فيكون الإعلان dim temperature 9.1. رقم 9 يشير إلى أن عدد صفوف المصفوفة 10، لأن Visual Basic يبدأ العد من صفر كما قلنا من قبل. والرقم 1 يشير إلى أن عدد أعمدة هذه المصفوفة 2 لنفس السبب. وللإشارة إلى اسم الدولة الثالثة نكتب Egypt temperature 2.0، وللإشارة إلى درجة حرارتها نكتب temperature 2.1 تساوي 30. وماذا أفعل إذا أردت تغيير درجة الحرارة في بلد ما ولا أعرف رقم الصف التي هي فيه؟ لن يمكنك ذلك، وهذا هو العيب الرئيسي في المصفوفات، وقد أدرك مطور البرامج في شركة مايكروسوفت هذا العيب فعالجوه بإنشاء نوع جديد من المتغيرات اسمه التجمعات أو collection. وللإعلان عن collections نستخدم عبارة dim متبوعة باسم الكوليكشن ثم عبارة as new collection، ولتكن على الشكل التالي dim temperatures as new collection. وبهذه العبارة تخبر Visual Basic أنك تريد إنشاء تجمع جديد new collection وأن نسميه temperature، وعلى هذا فإن الكوليكشن تشبه المصفوفات إلى حد كبير، إلا أن الفارق الوحيد أن المصفوفة يتم التعامل معها من خلال رقم الصف ورقم العمود، بينما الكوليكشنز يتم التعامل معها من خلال القيم التي تحتويها، ويتم إضافة عنصر جديد على الكوليكشن باستخدام add method، ويكون ذلك بكتابة اسم الكوليكشن مدبوعا بالأمر add يفصل بينهما نقطة أو dot ثم القيمة المطلوب إضافتها temperature.add30.egypt. بهذا أخبرنا Visual Basic أننا نريد وضع القيمة 30 للبلد مصر، وبهذا نكون قد خصصنا درجة حرارة لبلد ما. هذا البلد لا نعرف رقم الصف الذي يقع فيه. ليس ذلك فقط، بل يمكننا إضافة بلد جديد ودرجة حرارته في المكان الذي نريده لمعلومية البلد الذي قبله أو الذي بعده، ويتم ذلك باستخدام before أو after. أكرر أقول أو وليس و، بمعنى أحدهما وليس كلاهما. فمثلا نكتب temperature.add40.jordan.after يساوي Egypt، وبهذا نضيف صف جديد تحت صف مصر ونضع فيه اسم البلد وهو الأردن ودرجة الحرارة وهي 40. هذا عن إضافة عنصر، فهل يمكنني إزالة عنصر؟ بالطبع، وسوف نتناول بالشرح إزالة العنصر في النقطة التالية. إزالة عنصر. يمكنك إزالة عنصر وذلك باستخدام remove method. فلإزالة عنصر مصر نكتب temperature.remove Egypt. أرني مثالا عمليا يوضح كيفية التعامل مع الكوليكشنز. حسنا، سنأخذ مثالا مكون من نافذة بها زران. عند النقر على الزر الأول يظهر لك مربع حوار يسألك عن اسم البلد، وبعد كتابة اسم البلد يخبرك بدرجة الحرارة فيها، والزر الثاني يحسب لك متوسط درجات الحرارة في هذه البلدان.
نحتاج أولا للإعلان عن المتغيرات التي سنستخدمها في مثالنا هذا، لذلك فإننا نكتب في الإجراءات density, temp, area temp, total general, declaration. ونحتاج أيضا لتخزين أسماء البلدان ودرجات الحرارة في هذه البلدان، ويتم ذلك بمجرد تحميل النافذة من خلال هذا الكود الذي أمامك. Provide subform load dim temperatures as new collection temperatures dot add 30 Egypt temperatures add 40 Jordan temperatures dot add 46 سعودية temperatures dot add 38 Iraq temperatures dot add 25 لبنان. End sub. بعد ذلك نحتاج لكتابة كود الزر الأول. Provide sub command 1 click. City تساوي input box. Enter the city. Temp تساوي temperatures dot item city. MSG box temp end sub. ووضعنا اسم البلد الذي سندخله في متغير اسمه city، ثم حصلنا على درجة حرارة هذا البلد باستخدام item method والتي تعيد القيمة المخزنة في هذا العنصر، ووضعنا درجة الحرارة هذه في متغير اسمه temp، ثم استخدمنا مربع حوار لإخراج هذه الدرجة باستخدام الدالة msg box. وإذا كنت لا تفهم كيفية التعامل مع مربعات الإدخال والإخراج فلا تنزعج، لأنه سيتم شرحها بالتفصيل في نفس الجزء. أما صديق العزيز عن كود الزر الثاني والذي يحسب متوسط هذه الدرجات، فنكتب provide sub command 2 click total تساوي 0 for h city in temperatures total equal total plus city dubbing dot print city av dot temp equal total slash next city temperatures dot EOUNET MSG box AV temp end sub. هذا الكود يستخدم متغير اسمه total يجمع فيه درجات حرارة هذه البلدان، ثم يتم قسمة هذا المجموع على عدد عناصر الكوليكشن باستخدام الخاصية temperature.count COUNET، وفي النهاية يظهر مربع حوار لإخراج خارج القسمة. السجلات records هي المتغيرات المعرفة من قبل المستخدم. هل هناك متغيرات غير تلك التي ذكرتها؟ نعم يا صديقي، فهناك أنواع أخرى من المتغيرات يمكنك إنشاؤها أنت بنفسك. وبنظرة سطحية لجميع المتغيرات التي سبق وشرحتها لك، نجد أنها تستخدم لتخزين قيمة واحدة. أما إذا احتاج برنامجك لتخزين مجموعة من البيانات ذات أنواع مختلفة، فسنضطر لإنشاء متغير من النوع سجل record، وهذا النوع يتيح لك تخزين قيم عديدة من أنواع مختلفة من البيانات، ويشبه هذا النوع السجل في قاعدة البيانات. وللإعلان عن متغير من هذا النوع نستخدم جملة طيب مدبوعة باسم المتغير، ثم كل حقل في السجل مدبوعا بنوعه، وفي النهاية نستخدم جملة end type. والمثال الذي أمامك يوضح أننا نعلن عن سجل بيانات شخصية لمجموعة من الموظفين. كل موظف له اسم من النوع setting، وله تاريخ ميلاد من النوع date، وله مرتب من النوع currency. Type personal date name as string date by date salary as currency end type. الآن عرفنا Visual Basic أن هناك نوعا جديدا من أنواع المتغيرات اسمه Personally Date، مثله مثل النوع String أو Double أو أي نوع آخر. ويمكنك الآن إنشاء متغير من هذا النوع باستخدام عبارة Dim المألوفة لنا كالتالي Dim Person as Personally Date. المتغير Person هذا الآن من النوع Personally Date،
أي له نفس حقول هذا المتغير. ولتخصيص قيم لكل حقل من هذه العقول نستخدم اسم المتغير أولا متبوعا باسم الحقل، ويفصل بينهما نقطة أو دوت ثم علامة equal متبوعة بقيمة هذا الحقل. person.name equal مصطفى، personal.bdate equal 13972، personal.salary equal 104.25. لاحظ أن الحقل الأول name من النوع string، لذلك يجب وضع قيمته بين علامتي double quotation، وأن الحقل الثاني bdate من النوع date، لذلك يجب وضع قيمته بين علامتي hash. والآن الحقل الأخير salary من النوع currency، فنكتب القيمة مباشرة. عظيم، ولكنك قلت منذ قليل أنه قد أصبح لدي نوعا جديدا من المتغيرات اسمه personal date، شأنه شأن أنواع المتغيرات العديدة في Visual Basic. هل معنى هذا أنه يمكنني الإعلام عن مصفوفة من هذا النوع الجديد؟ نعم صحيح، يمكنك الإعلان عن مصفوفة من هذا النوع، وفي هذه الحالة تكون قد أعلنت عن مصفوفة من السجلات. بعبارة أخرى تكون قد أعلنت عن جدول، وهذا المثال يوضح الإعلان عن مصفوفة مكونة من 100 سجل. then person 99 as personal data، كل سجل مكون من 3 حقول: الاسم وتاريخ الميلاد والمرتب. ولتخصيص قيمة الاسم في السجل الخامس مثلا نكتب person 4.name equal وائل، ولتخصيص قيمة تاريخ الميلاد لنفس السجل نكتب person 4.bdate equal 2/10/73، ولتخصيص قيمة المرتب لنفس السجل نكتب person 4.salary equal 214.5. علمنا الآن كيفية الإعلان عن السجلات وكيفية تخصيص قيم لحقوله، ولكن أريد برنامج متكامل يشرح هذا بوضوح. لن يمكنك فهم برنامج متكامل يشرح كيفية التعامل مع السجلات إلا بعد دراسة فصل الملفات الموجود في الجزء الثاني من هذه السلسلة التعليمية، ويعرف عمر المتغير variable lifetime بأنه الفترة الزمنية منذ بدء تنفيذ الإجراء الذي أعلننا فيه عن المتغير إلى انتهاء تنفيذ هذا الإجراء، وبعدها يتم تفريغ مكانه من الذاكرة، وبالتالي فإن آخر قيمة احتواها هذا المتغير قد نسيها البرنامج. أما إذا أردت أن يحتفظ Visual Basic بآخر قيمة يحملها المتغير، فعليك الإعلان عنه باستخدام الأمر Static، ولن يغير ذلك من مدى المتغير. الثوابت Constants، الثابت Constant مثله مثل المتغير تماما، لذلك يعتبر لونا من ألوان المتغيرات، إلا أن الفارق الوحيد بينهما أن قيمة الثابت كما هو واضح من اسمها لا تتغير، ويمكن للثابت أن يحتوي على قيمة حسابية أو نصية أو قيمة منطقية. الأكواد الفرعية والدوال، بماذا تنصحني عند كتابة الكود في أي برنامج؟ هذا سؤال جيد جدا، والنصيحة الذهبية التي أسرها لك هي عند كتابة أي كود عليك أن تجعله صغيرا كلما أمكنك ذلك. فمثلا إذا كان لديك وظيفة ما تتكرر في أجزاء كثيرة من الكود فلا داعي لتكرارها، ولكن عليك عملها في كود فرعي أو دالة، وتستدعي هذا الكود الفرعي أو هذه الدالة كلما احتجت إليها. لا أفهم معنى كود فرعي ولا الدالة، وما الفرق بينهما؟ الكود الفرعي سابروتين عبارة عن جزء من الكود ينفذ وظيفة محددة، يبدأ بعبارة sub متبوعة باسم الكود الفرعي وينتهي بعبارة end sub، ويتم استدعاؤها وقتما تشاء
والدالة هي أيضا عبارة عن جزء من الكود ينفذ وظيفة محددة تبدأ بعبارة function متبوعة باسم الدالة ونوع المتغير الذي تعيده وتنتهي بعبارة end function. والفرق بينهما أن subroutine لا يعيد قيم، أما الفانكشن فبعد تنفيذها يمكن أن تعيد القيمة. ولإنشاء كود فرعي نختار add procedure من قائمة tools فيفتح لنا visual basic مربع حوار add procedure الذي يسألك عن اسم السبروتين في خانة نيم، ونحدد أننا نريد إنشاء sub باختيارها في مربع الاختيار، ثم نحدد لهذا السبروتين هل هو public فلا يراه غير الجزء الذي تم الإعلان عنه فيه. فمثلا نكتب في خانة list my sub ونختار sub ونختار public ثم ننقر زر OK. نجد أن Visual Basic قد قام على الفور بفتح نافذة الكود وكتب فيها public sub my sub، وفي السطر التالي كتب end sub. وبين هذين السطرين نكتب كود الوظيفة التي نريدها من الصب، وليكن تغيير عنوان النافذة إلى الله أكبر، فنكتب الله أكبر form.caption. وبعد الانتهاء من الإعلان عن هذا الصب روتين وتحديد وظيفته يتم استدعاؤه وقت ما نشاء، فنستدعيه قبل أي زر من الأزرار الثلاثة، وذلك بكتابة my sub في إجراء النقر على هذا الزر. ولإنشاء دالة تقوم بضرب رقمين صحيحين وإعادة حاصل الضرب نختار أيضا add procedure من قائمة tools، فيفتح لنا visual basic نفس مربع الحوار، وفي هذه المرة نكتب في خانة list function بدلا من sub ونقوم بنقر زر OK. نجد أن Visual Basic قد قام على الفور بفتح نافذة الكود وكتب فيها public function multiply، وفي السطر التالي كتب end function. غير السطر الأول بحيث يصبح public function multiply x as integer comma y as integer as double. لماذا غيرت السطر الأول الذي كتبه Visual Basic؟ غيرته لأخبرك أن هذه الدالة ستأخذ رقمين X و Y من نوع الأعداد الصحيحة كمدخلات، وأن هذه الدالة سوف تقوم بإعادة حاصل ضرب في متغير من النوع دبل. لاحظ أن المدخلات تكتب بين قوسين قبل المخرجات. بعد ذلك نكتب الكود X asterisk Y، ولجعل هذا البرنامج يضرب العددين 48 في 32 ويظهر الناتج في مربع نص بمجرد نقر زر الأمر، نكتب فقط TMD click text dot text equal str multiply 48 asterisk 32. الدالة str تحول القيمة الرقمية لحاصل الضرب لقيم نصية لعرضها في مربع النص. من فضلك اشرح جمل التخصيص بشيء من التفصيل. جمل التخصيص في Visual Basic تتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو الاسم المطلوب تخصيص قيمة له. الجزء الثاني هو معامل التخصيص نفسه، وهو أبسط وأهم جزء في نفس الوقت. الجزء الثالث هو القيمة التي سيتم تسجيلها في الجزء الأول. مرة ثانية، الجزء الأول في جملة التخصيص هو العنصر الذي يأتي قبل علامة equal يساوي، وهو الذي ستتغير قيمته ويكون إما متغير أو خاصية. والمتغير نختار اسمه بمعرفتنا وحسب رغبتنا كما شرحنا ذلك من قبل في جزء المتغيرات. أما الخاصية فإن اسمها يتكون من جزئين، الجزء الأول هو اسم العنصر سواء كان كنترول أو فور، والجزء الثاني هو خاصية هذا العنصر الذي نريد تغييرها، ويفصل بين اسم العنصر والخاصية نقطة ضف. الجزء الثاني هو معامل التخصيص نفسه، وغالبا ما يكون علامة يساوي المعروفة لدينا، ولكن
استخدامها هنا مختلف، فهي تحسب القيمة التي بعدها وتضعها في القيمة التي قبلها. نأتي للجزء الثالث وهو الأخير في جملة التخصيص، فقد يكون قيمة مطلقة أو يكون متغير، وهذان النوعان يتحولان في النهاية إما إلى قيمة رقمية أو قيمة نصية أو قيمة منطقية. وقد يكون الجزء الأخير في جملة التخصيص خاصية لعنصر، وتؤول الخاصية أيضا إما إلى قيمة رقمية مثل خاصية border style، أو إلى قيمة نصية مثل خاصية caption، أو إلى قيمة منطقية مثل خاصية visible. وقد يكون الجزء الأخير في جملة التخصيص عملية operation. وما هي الأوبريشن؟ العملية أو الأوبريشن تشبه المعادلات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وتكون العملية من قيمة ومعاملات operators. القيمة إما أن تكون ممثلة في اسم متغير أو ثابت، أو اسم خاصية، أو تكون قيمة مجردة. ولا يعنينا اسم المتغير أو الثابت أو اسم الخاصية، ولكننا نتعامل معه كقيمة مجردة. هل عن القيمة؟ فماذا عن الأوبريتورز؟ المعاملات أو الأوبريتورز تنقسم إلى عدة أنواع. النوع الأول معاملات رياضية Arithmetic Operators، وهي علامة الجمع بلس أو زائد لجمع ما بعدها على ما قبلها، علامة الطرح ماينس أو ناقص لطرح ما بعدها مما قبلها، علامة الضرب أسترسك لضرب ما بعدها في ما قبلها، علامة القسمة ولها الرمز سلاش لقسمة ما قبلها على الذي بعدها، علامة الأس تأخذ هذا الرمز على شكل ثمانية لحساب الأس الذي بعدها للقيمة التي قبلها. النوع الثاني معاملات نصية string operators، وهي علامة الجمع وعلامة add، ويستخدم الاثنان لعمل تجميع لجملتين. النوع الثالث logic operators معاملات منطقية، وهي and، ويعطي هذا المعامل true إذا كان أحد القيمتين التي قبلها أو التي بعدها true. not، وهي تعكس بمعنى أنها تجعل true false والfalse تجعله true. النوع الرابع والأخير من المعاملات هو relation operators المعاملات العلاقية، ويمكن هذا النوع المقارنة بين قيمتين عدديتين أو نصيتين أو منطقيتين، وهي تساوي ولا تساوي وأقل من وأكبر من وأقل من أو يساوي وأكبر من أو يساوي. إطلاق المتغير وتحديده implicit and explicit. عند استخدام المتغير المطلق implicit variable فإن Visual Basic تتعرف على المتغير بمجرد استخدامه في الكود، وهذه الطريقة مريحة لأنك لن تحتاج إلى تعريف كل متغير قبل استخدامه، إلا أنها يعب عليها شيء خطير جدا، وهو أنك إذا أخطأت في كتابة اسم المتغير فإن Visual Basic سيعتبره متغيرا جديدا. فمثلا إذا أنشأت متغيرا وسميته Value وأعطيته قيمة تساوي 10، ثم أردت إظهار هذه القيمة في مربع نص، فإنك ستكتب الكود text1 text تساوي value ونسيت حرف E، فإن Visual Basic ستعتبر value متغيرا جديدا ولا تظهر القيمة 10 في مربع النص. ولحل هذه المشكلة فإني أنصحك بتعريف كل متغير والإعلان عنه قبل استخدامه، ويتم هذا الإعلان في الجزء العام General باستخدام الأمر dim. ليس هذا فقط، بل لإخبار Visual Basic بأنك لن تستخدم متغير قبل الإعلان عنه، تكتب العبارة Option Explicit في أول الجزء العام General Declaration، ولجعل Visual Basic يكتب هذه العبارة تلقائيا انظر علامة Tools الأمر Option واختل صفحة Editor وضع علامة صح في صندوق الاختيار المسمى Require Variable Declaration، أي طلب الإعلان عن أي متغير قبل استخدامه. Visual Basic
عامرة بأنواع عديدة من البيانات داتا تايب. يمكنك استخدام النوع المغاير variant، وذلك بكتابة الأمر dim متبوعا باسم متغير فقط. وهذا النوع المغاير variant يمكنك استخدامه لتخزين جميع أنواع البيانات. كما يمكنك استخدام النوع integer أي عدد صحيح، وذلك بكتابة الأمر dim this as integer. والعدد الصحيح هو مكان في الذاكرة يكفي حتى 33,000، وإذا كتبت فيه كسرا عشريا فإن Visual Basic يقربه تلقائيا لأقرب عدد صحيح. ويمكنك أيضا استخدام النوع الطويل long إذا كان العدد أكبر من 33,000. وإذا احتوى الرقم على كسور يمكنك استخدام النوع single للأرقام الصغيرة dim age as single. أما إذا كان الرقم كبير ويحتوي على كسور فاستخدم النوع double مزدوج dim bbi as double. كما راعت Visual Basic المعاملات المالية فوضعت النوع currency أي عملة dim press as currency. ولكن ألا تهتم Visual Basic إلا بالأرقام؟ لا يا صديقي، فهناك النوع string ويستخدم لتخزين قيمة نصية ولتحديد عدد الحروف التي ستستخدمها. نكتب dim name as string asterisk 20 أي احجز مكان في الذاكرة يسع 20 حرفا وسميه name. أما إذا لم تحدد عدد الحروف فإن Visual Basic سيقوم بحجز سعة أكبر، وبالتالي تكون قد استهلكت مساحة ضائعة من الذاكرة دون داعي. لذلك عليك بترشيد الاستهلاك حتى في عدد الحروف. أما النوع التالي من أنواع البيانات في Visual Basic فهو بوليان، وهذا النوع يتم تخزين البيانات فيه إما بترو أو فولس. وهناك متغير آخر هو من النوع ديت أي تاريخ dim date as date. والنوع الأخير هو بايت، والبايت هو مكان في الذاكرة يمكن وضع قيمة صحيحة موجبة تتراوح بين 0 و 255 حرفا. ويمكن استخدام هذا النوع بدلا من انتجر إذا كنت واثقا من أن المتغير أقل من 255، وذلك لترشيد استهلاك الذاكرة. المصفوفات. أما إذا كنت تريد التعامل مع مجموعة من البيانات من نفس النوع كمرتبات مجموعة تتكون من 50 موظف في شركة، فإنه ليس من المنطقي أن تقوم بالإعلان عن 50 متغير من النوع عملة currency ثم بعد ذلك تبدأ استخدامها في البرنامج. لذلك فإن Visual Basic وفرت لك نوعا جديدا من البيانات هو المصفوفات arrays، تستخدم في حالة البيانات من نفس النوع. وللإعلان عن مصفوفة array لعدد 50 موظف لتخزين مرتباتهم فإننا نكتب العبارة التالية dim array underscore salary 49 as currency، حيث array underscore salary هو اسم المصفوفة و49 هو عدد البيانات التي تريد إدخالها. ذلك لأن Visual Basic يبدأ العد من الصفر، فيكون 49 هو معبر عن 50 موظف وهكذا. فإذا كنت تريد الإعلان عن مصفوفة تحتوي 10 أسماء فإننا نكتب dim array underscore name 9 as string. لاحظ أن المثالين السابقين قد استخدمنا فيهما مصفوفة ذات بعد واحد. أما إذا أردنا التعامل مع نوعين من البيانات مثل اسم الموظف ومرتبه ماذا نفعل؟ نفعل الآتي: نستخدم مصفوفة ذات بعدين، وللإعلان عن مصفوفة ذات بعدين نكتب dim array 2 9,2 as variant، حيث 9 هي عدد الصفوف واثنان هو عدد الأعمدة والنوع variant أي المغاير. وللوصول إلى أي خلية في هذه المصفوفة ذات البعدين فإننا نكتب رقم الصف ثم رقم العمود، مع مراعاة كما قلنا أن Visual Basic يبدأ العد من الصفر. فمثلا لوضع القيمة 23 ونصف في الصف الخامس والعمود الثاني فإننا نكتب array 2 4,1 يساوي 23 ونصف. التجمعات collections. وكمثال آخر للمصفوفات متعددة الأبعاد دعنا نعلن عن مصفوفة البعد الأول فيها يعبر عن اسم الدولة، والبعد الثاني يعبر عن درجة الحرارة في هذه الدولة.
ويتم الإعلام باستخدام عبارة ديم المعروفة، وليكن اسم المصفوفة تيمبريدج، ولنفرض أن عدد الدول 10 فيكون الإعلان ديم تيمبريدج 9.1. رقم 9 يشير إلى أن عدد صفوف المصفوفة 10، لأن فيجوال بيزك يبدأ العد من 0 كما قلنا من قبل. ورقم 1 يشير إلى أن عدد أعمدة هذه المصفوفة 2 لنفس السبب. وللإشارة إلى اسم الدولة الثالثة نكتب إيجيب تيمبريدج 2.0، وللإشارة إلى درجة حرارتها نكتب تيمبريدج 2.1 تساوي 30. وماذا أفعل إذا أردت تغيير درجة الحرارة في بلد ما ولا أعرف رقم الصف التي هي فيه؟ لن يمكنك ذلك، وهذا هو العيب الرئيسي في المصفوفات، وقد أدرك مطور البرامج في شركة مايكروسوفت هذا العيب فعالجه بإنشاء نوع جديد من المتغيرات اسمه التجمعات أو كوليكشن. وللإعلان عن كوليكشنز نستخدم عبارة dim متبوع باسم الكوليكشن ثم عبارة as new collection، ولتكن على الشكل التالي dim temperatures as new collection. وبهذه العبارة تخبر Visual Basic أنك تريد إنشاء تجمع جديد New Collection، وأن يسميه Temperature. وعلى هذا فإن الكوليكشن تشبه المصفوفات إلى حد كبير، إلا أن الفارق الوحيد أن المصفوفة يتم التعامل معها من خلال رقم الصف ورقم العمود، بينما الكوليكشنز يتم التعامل معها من خلال القيم التي تحتويها. ويتم إضافة عنصر جديد على الكوليكشن باستخدام add method، ويكون ذلك بكتابة اسم الكوليكشن مدبوعا بالأمر add يفصل بينهما نقطة أو dot، ثم القيمة المطلوب إضافتها temperature.add30.egypt. بهذا أخبرنا Visual Basic أننا نريد وضع القيمة 30 للبلد مصر، وبهذا نكون قد خصصنا درجة حرارة لبلد ما. هذا البلد لا نعرف رقم الصف الذي يقع فيه. ليس ذلك فقط، بل يمكننا إضافة بلد جديد ودرجة حرارته في المكان الذي نريده بمعلومية البلد الذي قبله أو الذي بعده، ويتم ذلك باستخدام before أو after. أكرر أقول أو وليس و، بمعنى أحدهما وليس كلاهما. فمثلا نكتب temperature.add40.jordan.com after يساوي ايجيب، وبهذا نضيف صف جديد تحت صف مصر ونضع فيه اسم البلد وهو الاردن ودرجة الحرارة وهي 40. هذا عن اضافة عنصر، فهل يمكنني ازالة عنصر؟ بالطبع، وسوف نتناول بالشرح ازالة العنصر في النقطة التالية. ازالة عنصر: يمكنك إزالة عنصر وذلك باستخدام remove method. فلإزالة عنصر مصر نكتب temperature.remove-egypt. أرني مثالا عمليا يوضح كيفية التعامل مع الكوليكشنز. حسنا، سنأخذ مثالا مكون من نافذة بها زران. عند النقر على الزر الأول يظهر لك مربع حوار يسألك عن اسم البلد، وبعد كتابة اسم البلد يخبرك بدرجة الحرارة فيها، والزر الثاني يحسب لك متوسط درجات الحرارة في هذه البلدان. نحتاج أولا للإعلان عن المتغيرات التي سنستخدمها في مثالنا هذا، لذلك فإننا نكتب في الإجراءات dim city, temp, area temp, total general, declaration. ونحتاج أيضا لتخزين أسماء البلدان ودرجات الحرارة في هذه البلدان، ويتم ذلك بمجرد تحميل النافذة من خلال هذا الكود الذي أمامك provide subform load dim temperatures as new collection temperatures.add30egypt temperatures.add40jordan temperatures.add46saudi temperatures.add38 عراق temperatures.add25 لبنان. End sub. بعد ذلك نحتاج لكتابة كود الزر الأول،
Provide sub command 1 click. City تساوي input box enter the city. Temp تساوي temperatures dot item city. MSG box temp end sub. ووضعنا اسم البلد الذي سندخله في متغير اسمه city، ثم حصلنا على درجة حرارة هذا البلد باستخدام item method والتي تعيد القيمة المخزنة في هذا العنصر، ووضعنا درجة الحرارة هذه في متغير اسمه temp، ثم استخدمنا مربع حوار لإخراج هذه الدرجة باستخدام الدالة MSG box. وإذا كنت لا تفهم كيفية التعامل مع مربعات الإدخال والإخراج فلا تنزعج، لأنه سيتم شرحها بالتفصيل في نفس الجزء. أما صديق العزيز عن كود الزر الثاني والذي يحسب متوسط هذه الدرجات، فنكتب provide sub command 2 click total تساوي 0 for ash city in temperatures total equal total plus city dubbing dot print city av dot temp equal total slash next city temperatures dot count msg box av temp end sub. هذا الكود يستخدم متغير اسمه total يجمع فيه درجات حرارة هذه البلدان، ثم يتم قسمة هذا المجموع على عدد عناصر الكوليكشن باستخدام الخاصية temperature.count count. وفي النهاية يظهر مربع حوار لإخراج خارج القسمة.